سيد رئيس الحكومة المحترم، السادة الوزراء، ونحن نعيش أجواء العرس الرياضي الإفريقي بالكاميرون. نود بداية أن نتقدم بالتهاني إلى الفريق المصري ومن خلاله الشعب المصري الشقيق على تأهلهم إلى نصف نهائي العرس الكروي الإفريقي، مع كل متمنياتنا للأشقاء بمصر بالتوفيق والنجاح. كما أود باسم الفريق الحركي أن أتقدم بالتهاني إلى الفريق الجزائري ومن خلاله الشعب الجزائري الشقيق بمناسبة فوزهم بكأس العرب، وهو فوز أيضا للمغرب الشقيق ما دامت كأس العرب برمز الأخوة والعروبة تدخل قصر المرادية محمولة بأيادي جزائرية شقيقة وتجوب ربوع التراب الجزائري الشقيق، وهي تشهر عاليا السيادة المغربية على أراضيها كاملة وغير مبصورة كما يريد لها البعض، وبذلك تكون الرياضة قد أصلحت ما أفسدته السياسة. أيضا أريد أن أهنئكم سيد رئيس الحكومة المحترم، وأهنئ السيد رئيس الجامعة الملكية للفروسية الشريف مولاي عبد الله العلوي على مجهوداته الجبارة في تطوير وتنظيم وإبراز وتتمين فن التبوريدة تحت العناية والرعاية الخاصة لصاحب الجلالة حفظه الله، وهي المجهودات التي خلصت إلى اعتراف اليونسكو بفن التبوريدة كفن مغربي وتراث مغربي أصيل.